أعضاء مكتب بامنا للحركة الوطنية للإنقاذ احتفلوا بترقية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى رتبة مشير، وذلك بعد أن صوت نواب البرلمان التشادي على مقترح ب 141 صوتا في 26 من يونيو الجاري. وافتتح اللقاء الأمين العام لمكتب بامنا بشارة آدم، والذي أشاد بالإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ توليه زمام الحكم. أما منسق مكتب بامنا هنأ مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ على ارتقائه إلى رتبة مشير. إدريس ديبي حكم 30 سنة في البر وفي المر والحلو للتشاديين، عسكري بالفترة، بعد 30 سنة دخل حرب بزي العسكري، وما في رئيس جمهورية في العالم خلي من زمن نابليون خليه يورونا الرئيس كده عنده 30 سنة في السلطة ودخل الحرب، ما في إطلاقا. رئيس مكتب بامنا قال إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستحق أكثر من رتبة مشير لأنه حارب الإرهاب في كثير من دول إفريقيا. إدريس ديبي إتنو يعني لو في حاجة أعلى من مارشال هو يستحقه. ليه؟ لأنه خدمة هو سواها ابن آدم قبل كده سواها ما فيه، هو ركن طيار أركان حرب. وفي نهاية المناسبة عرضت مسرحية جسدت وقوف أعضاء مكتب بامنا مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. أنا من أمس فرزا خذا مارشال قالنا لا يقول مرة تعبي. أكيد أنا ما بقدر نزيد مرة شاف قالنا لا يقول مرة.